انا نصلي عليك انا نصلي عليك صوني عليا راه صوني تلاقه فين الاولاني هذا هذا فين كتشوفي لي راه العين قلت لك من العين ها هو سمعتها يلا حلي لي شوف تبارك الله الباب ديالها واعر سلام زينة لاباس عليك مرحبا بك عندنا الله يحفظك اختي تفضلي وترحب بك الجنه ربي يخليك بارك الله فيك وصحتك الباب الله يعطيك الصحه لكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم كاملين في الفيديو ديالنا ديال اليوم ما شاء الله فيديو جديد فيديو واعر رجعت عاوتاني عند الناس ديال الشطر خامس جوهرة البحر عرفتي واحد الحب ديال الناس ديال جوهرة البحر والله العظيم يا شكرا لكم وكنسلموا على جارتك اللي جات عندك الشطر السادس وكنسلموا على ناديه حتى هي جارتها اللي قالت ليها كنعرف زينه تبارك الله كل شيء كيعرفك هنا في الجوهره الحمد لله تبارك الله كيعرفوك بالصنعة الطيبه اللهم لك الحمد هذا هو اللي كان هذا الشيء اللي كان هذا هو الهدف ديالنا الحمد لله اللي حاشمنا المهم جيت عند نوال رجعت عندها باش نوريكم اشنو اللي اختارينا هي جمعهم الفيديو اللي حطينا لهم البارح قلت لهم راه اختاروا معايا فوالا ولكن في الاخر اختار راجلي ما اختار ماشي مشكل ماشي مشكل المهم انكم تختاروا الباب اللي يعجبكم بطبيعه الحال حتى انت يعجبك اختي نوال انا عجبني بصراحه عبد الله يلا انا ندور دابا الكاميرا انت ما كتبانيش والله الباب يعني يلا جاو هذا الصباح هذا ركبوا الباب تركي بطبيعه الحال ياك اختي نوال جاو لنا الصباح اختي نوال جاو هذا الصباح تقريبا زعما ما كاينش واحد الوقت طويل ما يبقى 30 دقيقه تيكون كلشي نص ساعه تقريبا ديال المكانه باش كيركبوا الباب زعما ما كيتعطلوش بزاف كيجاوك الدراري ديال الله يعطيك الله كيخدموا زوين زعما هذا صراحه الله الحمد لله ها نتوما ها هو الباب من الداخل ومن برا فوالا جاك زوين اختي نوال والله العظيم وي كان اختي الضوء ديال الزوج ديالي ما شفناش كاع هكا لا ما شفتوش معاك في الفيديو ولا لا ما كانش بصراحه في الفيديو هذا كان صافي صيفط لك لا هذا كان شي الباب اللي كنت اختاريت انا كان من موراه فاش قلت لك بغيت الباب الاولاني وانا نقول لك هذا راه كيشبه له تقريبا حيت ما رديت ما رديت الباب ما هضرناش عليه كاع هضرناش عليه بزاف فوالا راجلي بصراحه كان الذوق ديالو اختاره هو قال لك حيت باغي يدير هنا البارداج وغيكون فهاد لاكولور هذا هو اللي خلاه ما ياخذش الكاع يعني اختار هذا الباب هذا اللي فيه البارداج بحال فيه داك الليفي ديال البارداج وباغي يدير بحالو هنايا فهاد الحيط هذا ياك باش يجي حصوك مع مع الباب مزيانه كما قلتي لي ان شاء الله غادي تحيدوا انت ان شاء الله هاد الحيطه ديري بغداج وديري فيه واحد البلاكار قلتي لي ديال تبارك الله عليك المهم دارك زوينه الصراحه عجبني هاد سميتو اللي درتو هنايا هاد لي ديطاي ديال الخشب وخليتو الخشب يعني الخشب ما صبغتوه ما حتى شي حاجه تشعلي الضو انا نشعل لك سيري شعلي انا نشعل لك شعليهم هنا هنا وقيله هنا وهنا كلشي كلشي الله الا قلت شعلي هذيك الاخرى ما شعلتيهاش شوفي تبارك الله باقي الاخرى ديال فين فين كانت طفيتها كانت شاعله وطافيه لا زيدي هادي صافي هذا واحد الديكور زوين صراحه اختي نوال بصراحه عجبتني هادي هادي عجبتني هادي خليتوها يعني بالخشب ديالها لا خليناها هكاك سامبل ما خليناها في اللون الحقيقي ديال مزيانة. الخشب والله العظيم حتى القبص اللي درتي وتبليت لي دماه ديال اللون اللي غادي نيت الخشب فوالا داكشي اللي درتو صراحه عجبتني سميتو اللي درتو القبص قولي لنا الفكره ديالك على القبص كان الفكره ديالك نوال باغا دير واحد سميتو تهضر لكم على القبص صراحه الله مرحبا اللي بغيت نقول لك انا غادي ندور الكاميرا لهنايا جهه الصالون القبص اللي درتي قولي لينا شوفي صراحه الله علاش انا بغيت نفيد الناس هذا القبص هذا من الاحسن الناس هنا في الديور ديال السكن الاقتصادي راكم عارفين ما تيكونش البلافون عالي تيكون البلافون ديجا هابط وديجا مضروب هو غير بالقبص يعني ما كاينلاش الانسان يهبط وعادي يخدم هذوك لي جوان كرو ولا يخدم ديكوراسيون اللي بغا من الاحسن يخدموا منهم للسقف مباشره ياك يعني هاد الخدمه تتكون دابا انت ديجا لابارتمون ديالك ما عندكش فيها العلو بزاف ما بغيتش نهبط عاد نخدم 2 متر 60 ديال ما بغيتش نخدم عاد نهبط ما درتيش يعني انت ما هبطتيش القبص وعاد خدمتي داك الديكور لا 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 خدمت في السقف مباشره وخا هي شويه القباصه ما تيبغيوش هاد هي صراحه مزيانه الفكره ديالك وهاد الخدمه اللي درتو داكشي ولكن هي راه كتشد شي شويه ديال الوقت والخدمه والثمن شي شويه زايد ضروري حيت كيخدم من معلم معلم مثلا غتقول لي خدم لي هذه الخدمه هذه وما كيبغيوش بعدا ما كيبغيوش حيت كتشد ليهم الوقت اختي نوال شويه فيها ثمن غيطلب منك الثمن بزايد
فهمتي اللي غيطلب لك الثمن بزايد وكتعرفينا حنايا كنبغيو شويه الثمن يكون ناقص ماشي على شتي ولكن انتيا صراحه جاك زوين حيت خلى لك يعني حيت كوني هبط غادي يهبط تقريبا شي هاد البودره هذه اللي كاينه في السيجور كان غادي يهبط لك القبس حتى تما غيولي السقف محاد مع البودره يعني غيولي السقف هابط بزاف على حساب كل واحد وكيفاش كيخدم كاين اللي كيخلي غير 15 سنتيم وتقريبا هذيك راه ما كان فيها شي 20 يعني الا هبط ولو غير ب 15 المهم راه غادي تهبط بزاف وعاد غيخدم فوق منها جوين كروفين غادي يولي بصح والديكور صراحه درتي زوين ما شاء الله الديكور كما قلتي لي في الاول قلتي لي يعني الديكور تبقى اذواق كل واحد شنو كيبغي هذاك الشيء اللي الناس راه كتشوف تصاور وكتشوف فيديوهات يعني ما كاينش مشكل في الديكور وحنا الهدف عندنا هو الفكره ديال الناس الفكره ديالك بغيتي توصل يعني ما يبقاوش يخدموا البلافون يعمروه عاد باش من غير اللي عنده السقف عالي هذاك في صالح ديالو اللي ديجا عنده السقف عالي راه ماشي مشكل يهبط اما اللي عنده السقف حاضر راه ما يمكنش عاد كتبغي تزيدي الطريه وهاد غير ديجا هاد لي جوان كروش بشحال هابط حقتيني ملي قلتي لي راه انا قريبا نقيس السقف ما عندي تبارك الله طويله وي ودابا شوفي هنا بلا ما هبطنا وشوفي كي تتبان لك هانتي الطريه كتقدري تقيسها بيدك بصح وما بالك يهبط لك هو وعاد يهبط فوق من جوان كروفين غتوصلي كاينه يعني انا كنشوف هاد الاغلاط بزاف كيديروهم الناس ولكن عاوتاني تيكونوا هما ما عارفينش مزيان مزيان يعني والله الفكره ديالك صراحه مهمه المهم كما قلت لك يعني الناس اللي باغين انهم يديروا هاد الفكره هادي ولكن راه كتقام شي شويه زايده ماشي مشكل انا ندور لهنايا عندك دارك زوين اختي نوال ياك ربي يخليك غادا شويه بشويه دقه دقه شفتيني قلتي لي غادا بشويه بشويه الصالون باقي غادي نزيدو ان شاء الله لا باقي باقي مازال ما كملناش شحال من حاجه هذيك هي حلاوه الدار ايوا هي باقي عاوتاني شويه بشويه غادي الباب التركي تبارك الله هذا الباب التركي واعر ربي يخليك صراحتك لا لا كنتي صعبه صراحه كان عاجبني صراحه الله زوين زوين شوفي عين ملي كتقيسي هنايا انتي شوفي هاد الكريسه عندك الصراحه زوينه ربي يخليك مع الباب التركي تبارك الله وان شاء الله ملي تصايبي الحيط عيطي عليا ان شاء الله راه زوج ديال ولا كيدير البارداج ياك تبارك الله راه معلم عندك في الدار هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كيصايب الضو تبارك الله هو اللي دار هذا الشيء كامل ما شاء الله عليه وكيخدم الناس اللي بغاو اش غنقول لك هو ديجا معمر خدم هنا مع الناس ولكن الا بغى شي واحد ماشي مشكل مرحبا به ان شاء الله يعني تبارك الله يعني هذا الشيء اللي بغى البارداج اللي بغى الضو اللي بغى هذا الشيء اللي عندها المعلم ها عندك المعلم ما كتهزيش الهم لا لا ما كنهزش المعلم ما كنهزش وعليها ليه كتهضري على القبس وكتقولي لا السقف السقف ايوا ماشي انا بصراحه راجلي اللي كان هو اللي كان قال لهم لا ماشي هو اللي صايب القبس هو فاش جاب القباس هو اللي اقترح عليه رغم ان القباس قال له لا خصني نعمر وعاد هذا قال له لا تخدم لي مباشره مزيان السقف نيشان باش ما نطيحش له قال لي باش ما نهبطش انايا قال لي السقف يعني ديجا هو حاضر تبارك الله عندي قال لي فين نزيد نهبطه مزيان والله يسخر لك اختي امين اختي امين ودايره السدات قلتي لي دايره السدات تركيب على السديدات اييه عمرات انا والسدات ها انتما شوفوا ها نمشيو نيشان للسده ها هي السده دارتها هنايا صراحه جات زوينه عندك السده مع الفرفاره دير لك الصوت دابا اي ماشي مشكل وحتى السقف انا زلجته بالبيض يعني باش نتفادى المشاكل ديال الجيران ديال هكا يضغط عليا لا هذا المعلم زليجي يعني هو اللي قاد لي هذا الشيء ماشي مشكلة فهمتي يعني هو اللي قاد لي وهو اللي اقترح عليا ندير وكانت هاز لك هذيك هازه غدا على قدك الغرق كامل مزيانة عندك هنا وعندك حتى في الدوش عندي حتى في الدوش الدوش راه دايره جوج ادخلي ماشي مشكل شكرا ها هي ها هي عندها حتى في الدوش صراحة جات عندي جوج درتيها هنا شوفي درتيها هنايا اونفاس مع الباب درتيها بحال شكل بلاكار مقسم بالطبقات وعاد درتها في الجهه الاخرى عاوتاني خيره درتيها هنا كما قلتي وعاد الباب ديال هنايا قلتي هنايا كدير داكشي ديال الفوطات هنا الفوطات ولي شامبوان صابون مزيان حتى الدوش درتي مزيان يعني درتي الباب هذا ديال الدوش يعني غادي اسورتي مع مزيانه يعني اللي خدم لي خدم لي كل شيء مزيانه الله يسلمك بقى وحده لون واحد تبارك الله عليك اختي نوال سدات اللي كيقول لك اللي عنده الدق عليه بالتعليق والله عليه بالسدات عليه بالتعليق يا هذيك مزيانه الله يسخر الله يسخر اللي بغا يشوف الديكوراسيون هذا زوين ما شاء الله ديال القبس هانيه هادشي اللي بغى ياخذ افكار وصافي بطبيعه الحال الناس تبارك الله حنا عارفين دابا تبارك الله هادشي ديال الديكور تبارك الله راه هنا كلشي ما خاطيهش الديكوراسيون كلشي كيعرف موديل كينسك في موديل تكريه زوينه غير هو داك الضو ملي كتشعلي كيعطي داك داكشي علاش طفيتو لك دابا باش ما يبقاش مديرونجيك فوالا
ايوا تبارك الله عليك اختي نوال، قلي ساعدك هنا زوينه، ربي يخليك كلشي زوين، بارك الله فيك، وراكي غاده دقه دقه. وهنا عاوتاني راه شفتي بيت الدراري راه تاهو درت فيه ودرت فيه واحد لينيش، درت فيه واحد هنايا واخا باقي ما كملوش، ولكن المهم ماشي مشكل، صوريهم وان شاء الله منين يعاودوا يكملوا نعاودوا ان شاء الله نعاودوا عاوتاني. البلاكار درتيه زوين صراحه، درتي فيه المرايه هكا الوليدات الى لبسوا داكشي قادو في المرايه، هذا ديال الدراري تبارك الله، لا زوين والله. وهنا درتي هاد الديكورات هادو زعما داكشي ديال الدراري الصغار، اها ضروري بالالوان عليك، اها با صراحه زوين. وهنا درت ليناش، اه باقي راه ما كاملينش، شتي راه باقي ما كاملينش زوينين، باقي غادي تفرقيهم ياك، باقي اه باقي غادي تفرقيهم مزيان، يصلحوا بحال هكا ديري فيهم يمكن كل واحد بحال دابا كل واحد ولا قصص ولا فوالا، داكشي زوين صراحه ما عندي ما نقول والله ما شاء الله تبارك الله عليك شكرا. كاين المهم حنايا شاركنا معكم الدويره ديال ليلى نوال. عندي مشكله ديال السميه اختي نوال، ماشي مشكله اختي كاع السميه ديالها بحال بحال زوينين والله، يسخر لك اختي نوال شكرا بزاف يا اختي. المهم حنا غير شاركنا معكم الافكار ديالنا، ربما اللي عجبو يدير اللي ما عجبوش، كل واحد الناس كيعجبهم هاد الفيديوهات ديال الاصلاحات، كيعجبهم الفيديوهات ديال الافكار، وشكرا لك اختي نوال. مرحبا بك اختي عندنا، جات غزال ما شاء الله، ربي يخليك ان شاء الله بالصحه والعافيه، وردي البال ملي تكوني خارجه ماشي لا راه خاصني دابا انا باقا ما تعودتش الصراحه ضلع على السوارت، فوالا حيت ولدي دابا الا خرجت ونسيت بان قدري تسد عليا، جاب الله هو تبارك الله حيت ثقيل، اما حتى الباب اللي كان خفيف دغيا كيسدوا الريحه دابا بعدا ما سدوش عليا صح. يلاه دابا اول نهار كنا غادي نديروا الكارثه، شتي كنا غنرجعوا ايوا اياه، ولكن الحمد لله مع تبارك الله ثقيل يعني ما داهش الباب، والله الحديد راه ايوا اياه ماشي خفيف، ماشي زعما باب عادي راه فيه الحديد فيه بزاف ديال الحوايج، لا لا زوين تبارك الله صراحه الله اللي غايديروا ما غيندمش والله، وعطات جماليه للبرا اه. وشوفي انا كنفضل دابا الناس ما يديروش الخطا اللي درت انا، فوالا آه الغلط اللي درت انا ديال درت باب الحديد على برا، والمشكله انت اللي درتي درتي خطا في خطا، يعني درتي خطا ديال الباب ديال الحديد ودرتي يعني جريتي فيه شويه خرجتو برا ودرتو كبير بزاف، يعني لقينا واحد المقاف درناه حتى للسقف وكان مزيان، ما درتيش حتى داك الباب اللي كنقولوا مثلا غير لاصق في الباب، لاصق في الباب ديالك، لا خرجتو على برا انا وتقام شويه غالي بزاف، كيتقام اولا غالي اه، كيتقام يعني في الجماليه ديالو ما كيعجبنيش انا بعدا، ما كيعطيش الديكور نهائي، خلاها راجلي قال لي ما كيعطيش انت الديكور وتا جارك ما كيعطيش، قال لي منين منين تحيد قال لي او كنت حس براسي بحال في شي حبس، داكشي شوفي داكشي اللي كتب علينا في الاول ماشي مشكل، حنا الصناعه حيت تعلمنا كيهضروا معايا في لي كومونتير وداكشي تيقول لي لا خصك تشجعي الصناعه ديال المغرب البلاد وهذا سي فغي، راه خصنا نشجعوا الصناعه ديال، ولكن راه الا بغيتي باب ديال الخشب بصح زوين وكاليتي راه كيتقام غالي ان شاء الله، راه يقدروا من بعد المغربي اللي يخدم هذا الشيء، الناس منهم انا ما كيكونش فيهم الصبر، يعني كتمشي عند النجار تيبقى واحد المده باش يصايب لك شي موديل وسير وجهه في الاخر يقدر ما يصايبش لك داكشي اللي بغيتي دابا هاد الابواب التركيه اولا الثمن مزيان، لا حتى الثمن صراحه الله مناسب، حتى الديكور يعني الديكور كيسد على الديكور، نقولها لك اهم حاجه الديكور زوين صراحه، اهم حاجه الابواب التركيه تبارك الله الكلمه كانت يعني داروا معايا وقت ونهار، يعني بدون ما نتصل بهم انا هما عيطوا لي وقال لك حنا جايين حنا يعني كانوا في الوقت صراحه، هذه يعني المهم حنا كاين الكلمه النهار اللي شنو قالوا لك انت قلتي لهم الغد شنو قالوا لك، قالوا لي لا عندنا الدنيا عامره خلي من الاحسن حتى النهار الفلان الفلاني وحنا غادي نجيو لعندك، حلم عليهم حتى هما صراحه تحيه لهم وتحيه فاطمه الزهراء اللي كانت المعامله ديالها الصراحه ظريفه بزاف وتعاملات معايا مزيان، كنشكرها بزاف وتنشكر حتى الدراري اللي جاوا ركبوا لي حتى هما حتى هما كنشكرهم، ماشي مشكل امين والله يسهل اي واحد كيتمنى شي حاجه في خاطر، امين اللي بغى الباب الله يعطيه، اللي بغى الدويره اللي بغى شي حاجه وتيتمنى شي حاجه يا ربي، غير صبروا والله العظيم ان شاء الله توصلوا، راه اي واحد غيوصل داكشي هذا الشيء اللي كاين، حنا راه صبرنا وحنا الحمد لله كل مره كنديروا حاجه كل مره كنديروا حاجه، يعني ما كان ما نضناش درنا كل شيء دقه وحده، والمهم حنا غاديين تدريجيا تيحان الله الحمد لله، هذاك الشيء اللي حياتي الا ما كانش كل نهار كنبغي نزيد شي حاجه كل ما يكون هدف وكتزيدي تكتشفي جديد، يعني ما حدك كتصبري كتزيدي تشوفي شحال من حاجه، دابا انا كون عطاني ربي الصبر في الباب كراني كاع ما ضاعت جوج مرات كاينه يعني انا ما صبرتش، تبارك الله عليكم تلقاو ان شاء الله الله يعاونكم وما تنساوش اللايك ديالكم وكنسلم عليكم كاملين تبارك الله عليكم.